بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الزمالك تأهل لنهائي الكونفدرالية بعد فوزه الكبير على فريق دريمز الغاني بنتيجة في المباراة 3-0 اللي جمعت الفريقين على استاد بابا يارا بكوماسي، وذلك في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. كانت مباراة الذهاب في القاهرة انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. وفي الدوري المصري، فريق المصري البورسعيدي حقق الفوز على الداخلية بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت باستاد برج العرب بالجولة 20 من الدوري المصري، ورفع المصري رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 11 نقطة في المركز الأخير. فريق سموحة فاز على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الأسبوع 20 من عمر الدوري المصري. بالنتيجة دي رفع سموحة الرصيد إلى 28 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 12 نقطة في المركز 17. المنتخب الوطني للجودو واصل تقديم نتائجه المميزة في البطولة الإفريقية اللي بتقام في القاهرة بمشاركة 35 دولة، وحصد المنتخب الوطني المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركته في منافسات الفرق، ده بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية بنتيجة 4-2. ونروح للدوريات الأوروبية، والبداية من الدوري الإيطالي، وفريق نابولي تعادل أمام روما بنتيجة 2-2 في المباراة اللي أقيمت بينهما على ملعب سان باولو، ده في إطار مباريات الجولة 34 من عمر المسابقة. وبكده بيتواجد فريق نابولي في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة، بينما يحتل روما المركز الخامس برصيد 59 نقطة. في الدوري الإنجليزي، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حقق الفوز على فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنتيجة دي بيحافظ مانشستر سيتي على وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة عن أرسنال المتصدر، وبمباراة أقل لصالح السيتي. ونوتنغهام في المركز 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. فريق بورنموث حقق الفوز على فريق برايتون بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب فريق بورنموث ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالفوز ده ارتفع رصيد بورنموث إلى 48 نقطة في المركز العاشر، في المقابل توقف رصيد برايتون عند 44 نقطة في المركز 12. فريق إيفرتون فاز على برينتفورد 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب جودسون بارك ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة البريمير ليج، وبنتيجة دي رفع فريق إيفرتون رصيده للنقطة 36 في المركز 15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يأتي نوتنغهام فورست في المركز 17 برصيد 26 نقطة. فريق أرسنال الإنجليزي فاز على توتنهام بنتيجة 3-2 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنتيجة دي حافظ أرسنال اللي بيلعب بين صفوفه النجم المصري محمد النني صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، بينما يتواجد توتنهام في المركز الخامس برصيد 60 نقطة. فريق ألانيا سبور المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري أحمد حسن كوكا حقق فوز كبير على فريق اسطنبول سبور بنتيجة 6-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة 34 من مسابقة الدوري التركي، وبالنتيجة دي بيحتل فريق ألانيا سبور المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 48 نقطة، فيما يتواجد اسطنبول سبور في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.
النجم الأرجنتيني ميسي قاد فريق إنتر ميامي للفوز على نيو إنجلاند بالنتيجة 4-1 في مباراة لجامعتهم بالجولة العاشرة لبطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم للموسم الحالي. وبكده خلصت جولتنا الرياضية.